أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفنا في الحصة ديال الدرس اللي فات على ثلاثة ديال الأعداد، واللي هي واحد اثنان ثلاثة. والآن قبل ما نبدأ الدرس ديال هذه الحصة، غادي نقوموا جميع بتصحيح التمرين اللي كلفتكم به في الحصة الفايتة. نتمنى أنكم تكونوا جميع نجزتوه. إذا غادي نشوف واش نجزتوا التمرين ديالكم. مزيان، ممتاز، بديعة، جيد، مزيان، كسبتي مزيان، ممتاز. الآن غادي نقوموا بتصحيح التمرين الأول. إذا التمرين كان مطلوب منكم فيه أنكم تحسبوا عدد الأشجار اللي في كل صورة وتصلوها بخط مع العدد المناسب. إذا هنا بالنسبة للصورة الأولى، صفية، حسبي لنا شحال عدد الأشجار اللي عندنا هنا؟ ثلاثة. عندنا ثلاثة ديال الأشجار، نعم. إذا فين هو العدد اللي كيناسب العدد ديال الصور؟ ثلاثة. إذا هو العدد ثلاثة. ثلاثة، جيد. إذا كنصلوا بخط ما بين الصورة وما بين العدد ثلاثة. إذا بالنسبة للصورة الثانية، بديعة، ثلاثة. إذا الصورة الثانية شحال عدد الأشجار اللي عندنا فيها؟ زوج. هنا هذه شحال عدد الأشجار، شحال من شجرة في هذه الصورة؟ واحد. شجرة وحدة، نعم. إذا فين هو العدد اللي كيمثل لنا واحد ما بين هذه الأعداد؟ واحد. إذا هو العدد أول، نعم. إذا كنصلوا بخط ما بين الصورة وما بين العدد، نعم. إذا شوفوا الصورة الثالثة مع أمينة، تقول لنا شحال عدد الأشجار اللي في الصورة؟ جوج شجرات. إذا جوج، كيف تعرفنا في الحصة اللي فاتت؟ اش كنقولوا لها باللغة العربية؟ اثنان، مزيان. إذا غادي نصلوا بخط ما بين الصورة وما بين العدد اثنان، جيد. الآن بعد ما صححنا التمرين الأول، ننتقلوا للتمرين الثاني. إذا التمرين الثاني هو عبارة عن كتاب طريقة كتابة العدد واحد اثنان ثلاثة. إذا لاحظوا الطريقة ديال الكتابة ديال هاد الأعداد. إذا جيد، من بعد ما تبعتوا طريقة كتابة العدد واحد اثنان وثلاثة، غادي نمروا الآن للدرس ديالنا ديال اليوم، واللي غادي نتعرفوا فيه على جوج ديال الأعداد بالإضافة للصفر. غادي تلاحظوا معايا الصور اللي غتظهر أمامكم على الشاشة، وحتى أنتم أعزائي المشاهدين. إذا بالنسبة لهاد الصورة الأولى، عندنا فيها هنا الورد. ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الورد كنسميوهم في اللغة العربية ورود أو أزهار، كيف شفتوا في مادة القراءة والكتابة. إذا هنا بالنسبة لهذه الصورة، بديعة، غادي تقولي لنا شحال عدد الأزهار اللي فيها؟ أربعة. أربعة، نعم، جيد. إذا أربعة في اللغة العربية كنقراوها أربعة. إذا عاودوا من بعدي، أربعة. نعاودوها، أربعة. مزيان. الآن غادي تشوفوا طريقة كتابة العدد أربعة. إذا أربعة، نعودها، أربعة. أربعة، جيد. إذا غادي تاخذوا الألواح ديالكم وغادي تكتبوا فيها العدد أربعة. إذا أنتم أعزائي المشاهدين اللي كتبعوا معنا هذا الدرس، غتقوموا بنفس العملية. إذا رفعوا الألواح، مزيان. لا، شوف كنديروها على اليسار هاد الجي. إذا هنا كنكتبوها هكذا، يلا عاودي صحيها.
لا ماشي بهذه الطريقه، حتى انت غادي تعاوديها مزيان. يلا عاوديها باش نشوف. اربعه مزيان مزيان، دابا صوبتوها مزيان. الان غادي ننتقلوا للصوره الثانيه. اذا بالنسبه للصوره الثانيه بديعه، غادي تقولي لينا شحال من عدد الورود اللي عندنا في هذه الصوره. حسبيهم عدد الورود اللي عندنا هنا. خمسة. مزيان. اذا خمسة في اللغه العربيه كنقراوها خمسة. عاودوها خمسة. مزيان. الان غادي تلاحظوا طريقه كتابه العدد خمسة. اذا تبعوا مزيان مع الطريقه باش تكتبوا بحالها في الالواح ديالكم. مزيان. اذا غتاخذوا الالواح ديالكم وحاولوا تتبعوا نفس الطريقه باش تكتبوها. مزيان. يلا رفعوا الالواح ديالكم. جيد. مزيان مزيان. خديجه شويه، باقي انت شويه. اذا تعرفنا على جوج ديال الاعداد اللي هما العدد الاول اربعه والعدد الثاني خمسة. قراوه. أربعة خمسة. مزيان. الآن غادي تلاحظوا معايا الصورة اللي غادي تظهر أمامكم. إذا لاحظوا هاد الدائرة هذه شنو فيها؟ أمينة. خاوية. إذا ما فيها والو. ما فيها والو. إذا ممكن تكون عندنا فارغة ما فيها والو، كنعبروا عليه في لغة الحساب صفر. إذا لاحظوا كيفاش كنكتبوا صفرون. يلا رددوا من بعدي. صفرون. صفرون. نعاودوها. صفرون. مزيان. يلا كتبوا صفرون في الألواح ديالكم. يلا رفعوا الألواح. مزيان. صفرون ساهل. ساهل. مزيان. الان من بعد ما تعرفنا على هاد الاعداد في الدرس ديالنا ديال اليوم اللي هما اربعه وخمسه بالاضافه للصفر، غادي نكلفكم بانجاز واحد التمرين في البيوت ديالكم، وهو التمرين اللي في نهايه الحلقه الثانيه. اذا لاحظوا جميع، اذا عندنا هنا ثلاثه ديال الصور. اذا بالنسبه للصوره الاولى فيها الثانيه فيهم التفاح، غادي تحسبوا العدد ديال التفاحات وغادي تعبروا على داك العدد بالارقام هنايا في هذه الخانه اللي تحت من الصوره. وفي الحصه المقبله ان شاء الله غادي نصحوا هذا التمرين. اذا وصلنا للنهايه ديال الدرس ديالنا ديال اليوم، وما ننساش نذكركم اخواني اخواتي بان هذه الحلقه راه غادي تعاود جوج المرات خلال هذا اليوم في الاوقات اللي غادي تظهر امامكم على الشاشه، ويمكن لكم انكم تشاهدوها في الموقع الالكتروني الخاص بهذا البرنامج اللي غادي يظهر العنوان ديالو على الشاشه. والان ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في الحلقه المقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.